مرحبا. عايشك ربيع. بس عليك. عايشك. واحنا اليوم في حدث الساعة هو موضوع التقاعد والتصريح الغريب شوية، التصريح متاع مدير صندوق قال ما كناش نتوقعوا نسبة أمل الحياة عند المتقاعدين ترتفع، على هذاك صار قصاص أو بما معناه؟ قصاص على المتقاعدين، التصريح كيف ما كيفاش كيل كسوا التصريح كيف ما هكا معناها ما كناش نتصور هما شي يعيشوا لليوم معناها. اي لكن نسبة النمو في الحياة معناها عليت كانت قبل معناها العبد اللي 100 داش في 65 في كذا توا عليت حسب برشا عوامل منها عوامل التغذية عامة تقدمت ما عادش عندنا تفسير آخر كذا. هو تصريح طبيعي معناها ممثل مسؤول مدير بتاع صندوق شنو ما كناش نتصوركم كنتوا تعيشوا للوقت هذا، تصريح طبيعي. هو رباني ولا إلهي باش يحكم في أعمار الناس ولا بكذا، ما يلزموش يصرح التصريح هذا اللي أنا نسميه تصريح عشوائي ما عندوش دخل. وكان مشى لجانب آخر اللي المتقاعد كانوا معناه يلتفوا نحو كما هو كما الحياة اليومية والناس تعيش معناها تعيش اكتيف. نقول احنا اليوم اللي متقاعد ولا يمشي البنك ولا 23 ولا 24 ما يلقاش، انا عبارة باش ياخذ قدام بنكيجي عنده الحق، ولا كان عطيتك 50000 ما عطيكش ما نجمش نعطيك 100000، يستنى لجور معناها اللي باش يصب كان هو انسان وزيد تعمل له قصاص نتاع 1% ولا 2% شنو مهما يكون يعني با اكتيف هو موت ما يعيش على الاقل الليميت نتاع شريط تصير له 23 ولا 24 باش ينجم اليوم مشيت تجبد للقاعد ما لقيتش ما لقيتش انا ما ترددتش برشا على البنك شي حشم خدته لي عباره تطلب هو حقك هو حقك بون انت قدمت البلاد هذه تضحيات وخدمت لمده كذا كيف انا 37 سنه واربع شهور مانيش عامل مزيع عليك وخدمت انت خدمت ميدان الفلاحه وعملت تشمع التعليم العالي ورجعت اما هذه ما ينفيش اللي انا قدمت للبلاد والبلاد عملت كومبوساسيون تخلصي في شهريه من فلوسك صبيتها قصوا عليك ما نقولش فلوسي احنا معناها قصوا عليك فلوسك انا قصوا عليا وكذا ونقعد نستنى اليوم تمشي قدام تحشم في عمرك معناها قداش رتار رتارتو كيما لهم 24 انا ما خلصنيش ما ثمش قداش مسنسين انتم اون برانسيب حدوهم قبل كانوا عاملوا ايش معناها ترتيب 23 كنت نخلص انا 23 نلقى شهري تولى تتوخر وتقص له الشالير زيد توخر له كذا تمشي انت باش تقضي ما يرد لدارك ماكش تعمل حاجه اكسبسيونيل رفاه دارك ومرتك وعندك بيمون تاع فاكتور هاي فاتوره الماء انا فاتوره الضوء شنو عامل لها كان يجيني الضوء يقص عليا انا شنو نقول له استنى استنى ويقول لك الفلوس موجوده الديبلوكاج ما وقعش يقول لك موجوده سو تيتر معناها كذا كذا مازلت فلست الفلوس موجوده كوبيراسيون ديما موجوده فاست هذه فلسه تثبت الفلوس لكن الفلسه في برشا قطاع توزيع انتو لو 5 تخدم لو 10 كوريكسيون من لو 10 لو 15 تثبت في التريزوري ومن التريزوري تتوزع على البنوك سنترال ما سنترال هذا كله تاخذ الوقت هذا كل انت ديجا اش تقول الاكتيف احنا نقصوا من الاكتيف معناها اللي قصيتو من الاكتيف ديجا فلوسه موجوده البروفيزيون موجوده علاش واخر توخير اذا كنت تخدموا بهم الفلوس انتم ما دام قسيت الاكتيف انت دخلت في الريتريت من الاكتيف والاكتيف قاعد يخلص من لو 22 من لو 17 الميليتير والشؤون الاجتماعيه لو 21 والاخر ديجا الفلوس اون بروفيزيون تاخذوا تخدموا بهم انت نقعد نستنى انا معناها هذا هو شيء ما تعرفش ديروا الموك تاخذ قدام في ترى ديبا تيليفيزي الزكسبير وكذا كذا يا بنتي تبحر دخل لك السياسه في موضوع اللي نحكي فيه انا انا اقول لك انت ديجا انا سمعت ما حاجه فريمون دوخ ولا في عمري قال لك ريت لافونس اللي يعطيها لك البنك يعاود يبيعها البنك سنترال هذيك لي زيكسبير يحكيو في التلفزه يعاود يبيعها البنك سنترال وياخذ عليها 10% والبنك سنترال تاخذ 10% ما توصل للمواطن فهمتي تو انا ديجا مشيت نشوف اكسري نقص 80 دينار زايدين ما عرفت شنو راه تلقى الزخام تخصهم من بعد راه لا بي او كذا تبيع على البي او وفري على البي او وتبيع على كذا وفري نتاع درتو تقلي فري هو بيدو المونطون هذاك مقسمينه على تبيع والفري نتاع التبيع والبي او درا شنو وتشوف لابيراسيون دو لا ميم جورني هي بيدها واحده 3000 واجر اخرى 16100 واجر جيت تقام 36000 50000 60000 معناها البنوك قاعده معناها تستغل في موارد
ذاتيه معناها هما لي بيرسونيل نتاعهم يتمتعوا بفلوس نحنا. نقص عليها بنك الدينار 500 وكذا تونيت كونت اللي كان ب 14000 ولا 12000 ولا في حدود ال 25 الكارت نتاع اللي تجبد بها الريتريف وتجبد بها انت من البنك باش ما تنقلش انا بنكتي في المنزاسيس باش تمشي المنزاسيس وانا داري تستنى ولا كذا باش نقضي ولا كذا. كل قداش يخص عليكم بخصوص الكارت؟ كل قداش من شهر؟ بالعام الكارت بالعام يخو عليها فريز هذا يخو عليها فريز يقول لك تم تمشي انت سو الكونتوار باش تقبض يقول لك لا ما عندك كارت باش تقبض وكذا. اي لكن هذيك البنك يعني جيت على الكونتوار لازم لا يقول لك نمشي نخرج برا باش ناخذ ما عنده بالحق يكثروا لك من الكوارت ويكثروا لك من كذا و... اخر مره قصوا عليك قداش؟ لا برشا انا انت القصاص برك يوصل 280 30 كل شهريه؟ كل شهريه ما نحسب انا باسم شنو هو يتقص؟ السالير ما يوصل 80 300 ما توصل في يدي كانت 900 واش كذا من هنا باللي قبل في سنوات كانوا يتقصوا هكا انا ما كنت انا نحسبها كان لازم نجبد اكستري نمشي نطلب من السي ان ار بي اس نطلب واحده نتاع شوف اللي انا نقص في 300 جينا لقينا في يدي بعد ولا 11100 بعد ولا 900 واش من دوخ انا مشكله كبيره اليوم الاقصاص قال لك يخصهم من الريتريتي تو انا نقص يا سيرونس في ما عادش يخصوا لي سيرونس في انت مش حتى قرض ما عادش عندك الحق في قرض يقول لك لاج ليميت 75 انت عمرك 72 سنه واش تقول عمل لي واحد يدمج لي مثلا مش يقول لك لا ما عادش عندك باش توصل لك انت بتقع لي يبدا سيرونس في درجه المليون سيرونس في ما انا اعلم حسب العمر هو سيرونس الاخرى لي زانتيري كومبوزي هو ما على الكابيتال اللي يقعد كل ما يقصوا لك كم بياله يقعد الكابيتال يقصوا لك 12% علي قد مش 12% علي ما كذا ما تقول انت طالما اللي فاهم واللي متحذر يقول لك شنو البنك هي كاركتير اندستريال كوميرسيال مش سوسيال مش سوسيال هما يخدموا ربي يقدر الخير حاجه فما امبو فما تاكس فما امبو ما عندكش فكره والله كان عندك سرطان دوخ دوخ انت بيدك تاعي من الاقصاصات اللي موجوده 3000 واش 15% 16% تحسبهم تقام 96 دينار 86 دينار دوخ في امرك تمشي تحكي معاه يقول لك انا ما عندي انا اجار ايش عاملين نعمل هذه البنك هيك هيك السلوك نتاع كل بنك كيفيه اي والبنك سنترال هي الباز نتاعها هي البنك سنترال اللي تعمل التي ام ام وتعمل كذا كذا واحنا ضحيه كذا ربي يقدر الخير وكا وشغله وكا الحمد لله وكا تعودت انت على القصاص عادي ايه تعودت انا والله كان جيت بور مون بروفي صح انا وراي عائله وراي طفله وراي كذا امراه وكذا مطلبات مطلبات تاع ستيك وسونيت هاي فاتوره الضوء فاتوره الضوء فاتوره الماء 52000 ها نتاع الواحد نتاع ديوان التطهير ها باش نخلص ها بلديه تونس ها فاتوره الماء 52000 ما يستناك يجيب شي قسم ما يستناكش هو يقول لك هذا عنده الحق ما احنا اجور بقدره ربي لاباس تتسنى هنا عباره تعطيلات تحشم فلوس ولا تحشم تقبض ديستريبيتور تبدا فلوسك غاديك ياخذوا عليك حتى فلوسك انت تصبها مثلا عندك ولا تخبي في الدار خير ما تخبي في البنك شكرا عايشك